الذي نعيش فيه اليوم لم يأتي بالصدفة. إن أول قداس يحتفل به في هذه الكنيسة المقدسة يبقى هو عيد البابا كيرلس، ساعات الواحد بيفهم متأخر، بس دي تدابير إلهية عجيبة جدا. لأن أبونا البابا كيرلس من اليوم الأولاني اللي جينا فيه في هذا المكان كان هو بحق، بس زي ما بقول لكم الواحد بيفهم متأخر، لأن احنا ابتدينا نشتري الكنيسة، فتحنا الاسكرو سنة 90 في يوم عيد البابا كيرلس، وياميها كان معانا 7000 دولار واشترينا كنيسة ب 1.7 مليون، معنا 7000 دولار. حتى بعض الناس كانوا بيقولوا ده ايه ده، يعني الناس دي بتفكر فاهمين؟ مرة بنت صحت ابوها من النوم قالت له ابونا ده فاهم يعني ايه 1.7 مليون، يعرف يعدهم. لكن احنا كنا حاسين ده ان هو يوم بيوم، ان في نعمة خاصة ربنا حطها في هذا المكان. من 22 سنة زي النهاردة ربنا أنعم علينا بابونا كيرلس في نفس اليوم، برضو دي بركة البابا كيرلس. لما اشترينا المكان اللي احنا فيه، لما كان مطبعة وبتاع، قبل ما نفكر في حاجة خالص شفناه قاعد في نص المكان، في النص على كرسي لوحده، فحسينا ان دي بركة مش موجودة برضو. بعد ما اتكلمنا وخلصنا الكلام، كلام مفرح جميل حلو، قلت له طب استنى اجيب لك ابونا كيرلس في المكتب تباركه. فطلعت اجري جبت ابونا كيرلس، ركع قدامه وباركه، قلت له ده يعني احنا خدناه كده ترسم يوم 9 مارس. قال لي اشمعنى 9 مارس يعني؟ قلت له ما انت عارف، وخد نفس الاسم فحط ايده عليه وباركه. فعشان كده بقول المكان ده ان احنا نصلي اول قداس في عيده بحضوره في وسطنا، دي مش مصادفة. قابلتنا مشاكل كتير جدا محدش يعرفها، واتحلت بإعجاز فوق العقل من أول يوم. أمور مالية يعني أبعد من الخيال، لكن ربنا يعني كنا حاسين إن هو مؤازر من أول يوم. يعني فتحنا الاسكرو في يوم عيده وقفلنا الديل يوم عيد الأنبا أبراهام. اللي أنا عاوز أقوله إن وجود القديسين في وسطنا دي حقيقة، ولما يكون مكان مخصوص كده ربنا يعني أنعم عليه بالنعمة دي، عاوز إن احنا نحفظ المكان ده في القداسة، في المحبة، في حفظ وصايا المسيح. عمل نقلة يعني
كنا متعودين في اسكندرية مثلا بيصلوا يوم الجمعة والحد، فلما جه البابا كيرلس وبدأ يقول، هو بيصلي كل يوم لكن بدأ ينبه على الكهنة انهم يصلوا اربع وجمعة وحد، يعني كل الكنائس تصلي بقى اضيف يوم الاربع على اساس ان هو ده يوم برضه مهم، كنيسة بتديله أهمية خاصة يعني. صحيح. يعني هو يوم الجمعة دول الكنيسة واخدهم من البسخة. فبقى يوم الأربع ده يوم مهم مفروض إن هم يصلوا فيه، ما كانوش بيصلوا. لكن بدأ البابا كيرلس يأكد عليه. فبقى يوم الأربع والجمعة والحد بقت قداسات أساسية. وبقى القداسات اليومية لما يكون بابا كيرلس موجود. وبقى في أكثر من قداس. بابا كيرلس مثلا بيصلي بدري، وبعد كده ممكن تبقى في قداسات تاني. مش بس بتوع الكنيسة المرقسية هم اللي بيصلوا معاه. يعني اي شماس من اي كنيسة يجي يصلي مع البابا كيرلس اهلا وسهلا. وكان البابا كيرلس يدي فرصة للاطفال يعني يشتركوا في المضادات يعني. ودي كانت تبقى يعني ايه، مش مخليه الكبار يبقوا مبسوطين قوي يعني. لكن البابا كيرلس كان يقول مقولة لطيفة قوي. كان يقول ايه؟ يقول شماس صغير في اللب كبير. لما القسيس يقول شليل يضد يقول ايه بي افروس اف كي استاسيتي. كنيسة المرقسية في اسكندرية كانوا متعودين يصلوا التسبحة، يصلوها وهم واقفين اه، لكن يجوا على مجمع التسبحة ويصلوا. فدي زعلت البابا. قال لهم يا ولاد المجمع ده القديسين بتبقى حاضرة، ازاي تقعدوا يعني؟ وهو واقف، هو واقف يقول، فلقى الشمس هتقعد فنبههم للحكاية دي. يعني برضه الراجل سلمهاني، ولو ان سلمهاني تاني بعد كده نيافة الأنبا مكسيموس المتنيح. المهم يعني الراجل ده كان يعني حكى لي بنفسه يعني انه كان في يوم بعد ما سيدنا البابا نبه عليهم يعني، هما يعني في ناس ما خدتش بالها قوي من التنبيه يعني، ومع التعب وكبر السن يعني، ففي ناس جت على المجمع وقعدت. فهو بيحكي لي بقى هو شاف في شرية، طبعا نصلي التسبيحة بيبقى الستر مقفول، الستر صحيح. فهو شاف في شرية داخلة طالعة من الستر، يعني بتخترق الستر داخلة وطالعة وهي مقفولة يا سيدي، والستر مقفول. فهو الراجل قال لي انا وقفت، بس انا مش انا اللي وقفت، ده شعر اللي وقف. وقال لي من يومها لو حتى هو كان كبر في السن يعني كان تعبان، قال حتى لو حبيت اقعد ما اقعدش بالمجمع. مثلا العذراء حبت يعني فرحانه بالعصر الحلو بتاع بكرولوس، ظهرت في كنيستها في الزيتون، وابتدى الظهور الغريب بتاع العذراء سنة 68. قعدت طبعا انت عارفين ان سيدنا الانبا كيرلس ده 3/10 مايو سنة 59، وتنيح في 9 مارس سنة 71، يعني قعد حوالي 12 سنة. في ال 12 سنة دي بقى العذراء كانت بتظهر في كنيسة الزيتون وتعمل معجزات عظيمة. انا فاكر مرة واحد راح سأل الانبا كيرلس وقال له يا سيدنا ده العذراء، يا سيدنا انا كنت امبارح هناك في الكنيسة وشفنا العذراء شكلها كذا وكذا. فواحد بيسأل سيدنا بيقول له يا سيدنا انت ما بتروحش ليه تشوف العذراء في الزيتون؟ قال لهم يا ولاد العذراء معايا كل يوم، انا بشوفها كل يوم معايا.
يعني هو مش محتاج انه يروح لغايه الكنيسه الزيتون يشوف العذراء، العذراء يظهر كانت بتظهر له ولا حاجه هو بيصلي، فهو يعني بيقول العذراء معايا في كل يوم. يعني ما تنساش ان المعجزات الغريبه بتاعته خلت الناس الغرب يهابوه ويخافوه جدا. يعني كان الرئيس جمال عبد الناصر مثلا يخافه ويهابه جدا. يعني انا مثلا حكى لي حكايه الانبا تيموساوس اللي رسمني قسيس في المنصوره، كان اصل الانبا كرولوس وقتها كان كل ما يدي تليفون لرئيس جمال عبد الناصر عشان يروح يزوره في البيت عشان يعرض عليه مشاكل الطائفه، يعني الناس يردوا عليه في التليفون يقولوا له ده مش فاضي ده مسافر، يعني بالطريقه دي فما يعرفش يعمل معاد. وبعدين لما كررت الحكايه كم مره راح جمع خمس مطارنا كبار في السن، يعني من ضمنهم كان الانبا تيموساوس بتاع الاهليه، وقال لهم يلا نروح على بيت عبد الناصر على طول من غير اذن. وفعلا راحوا كلهم على بيت عبد الناصر من غير اذن ودخلوا على طول على البيت. فعبد الناصر جه قابلهم، وكان عبد الناصر لما يوجه الكلام للبطرك يقول له يا والدي ده سيدنا اللي قال لي الحكايه دي، سيدنا الانبا تيموساوس قال لي، كان كل ما يوجه الكلام للبطرك يقول له يا والدي. فجه عبد الناصر وقال له يا والدي، هو بس بيقول له يا سياده الرئيس صح ان انا اطلبك في التليفون كذا مره، اللي بيرد عليا يقول لي ده مش فاضي ده فاضي ده مش موجود ده مش عارف مسافر بالطريقه دي. قال له يا والدي بيتي مفتوح لك في اي وقت تيجي من غير اذن، ما تاخدش اذن تيجي على طول في اي وقت انت عاوز، بيتي مفتوح لك. فكان يعني كرم اخلاق منه. وبعد كده مطلعنا بيقول كنا مرتبين على ان الخمس مطارنا كل واحد يثير موضوع عشان ما نقطعش على بعض في الكلام. فمطلعنا اول واحد اعتبرهم اكبر واحد في السن ابتدى الموضوع بتاعه، كان هو عليه يتكلم عن حرق الكنائس. فقال له يا سياده الرئيس تعرف انهم حرقوا كنيستي؟ قال له ازاي حرقوا كنيستك؟ قال له حرقوا كنيستي في راس البر، شوف الاهرام اهو مكتوب فيه الخبر اهو حرق كنيسه راس البر. ف جمال عبد الناصر قال له بس انا ما سمعتش بالحكايه دي، انا ما قريتهاش في الاهرام، بيداروا عليا الحاجات دي ما بيرهنيش الناس اللي حواليه يعني. وبالطريقه دي كل واحد من مطارنا بقى يسير، واحد يسير التعيينات، واحد يسير البعثات، واحد كل واحد يسير نقطه يعني من المشاكل، وكان بيهرب منها بالطريقه دي ان هم بيقولوا ليش بيتصرفوا من ورايا حاجات زي كده. وبعدين بعد ما خلص الكلام راح ماسك ايد البطرك وقال له تعالى يا والدي، خد البطرك دخله جوه عند مراته وعياله. والبطرك كان مستعد في جيبه هدايا، مجهز هدايا معاه ورايح. فالبطرك صلى لهم وطلع الهدايا ادى لكل بنت الله محبه ذهب بسلسله. وادى لكل ولد الله محبه ذهب بعلقه مفاتيح. وعبد الناصر قدم له سبحه يسر مطعمه بالذهب كانت ب 400 جنيه وقتها. وبعد ما صلى لهم هو نازل قام راح مطبطب على صدر عبد الناصر، فعبد الناصر اتخض فقال له ده الكتاب عندنا بيقول يد الله على قلب الملك. يعني قال له دي ايه عندنا في الكتاب، فقال له طيب وخلاص واتراضى على كده ونزل البطرك. تلميذ البطرك اللي بيحكي له دلوقتي ابونا يا ابونا رفائيل اللي في دير مارينينا كان وقتها اسمه الاخ رفائيل، بيقول لي احنا وصلنا البطرخانه من هنا بس لقينا الرئيس على التليفون. قلنا يا سيدنا الحق الرئيس على التليفون. فسيدنا راح رد عليه في التليفون فقال له يا والدي انت لما طبطبت على صدري، هو اصله كان عنده ذبحه بتيجي له كل شويه، دور الذبحه كان بادي معايا وساعه ما طبطبت على صدري الوجع راح خالص. يعني شوف بيعترف بيه ان هو لما حط ايده على صدره يعني ربنا شفاه من التعب بتاعه يعني. هو كان عبد الناصر بيهاب البطرك. يعني بيحترمه وبيهابه. يعني حكى لي برضه الاخ رفائيل ده حكايه ثانيه كان برضه هو معاصر ليها. قال لي ان في يوم من الايام كان البطرك وقع مع وزير الداخليه وكان السبب كنيسه حدائق حلوان. يعني كنيسه حدائق حلوان كان البطرك كان الشعب اشترى ارض وعايزين يبنوا كنيسه، واصل الارض دي كانت جنب بيت سكرتير الوزير. وسكرتير الوزير مش عايز الارض اللي جنبه تبقى كنيسه. فابتدى يتحدى انه مش هتبقى كنيسه. البطرك قال لك لا لازم تبقى كنيسه. فابتدى تحدي الاثنين قدام بعض. سكرتير الوزير يعمل ايه؟ راح طبعا الوزير مع السكرتير بتاعه راح جايب كردون عساكر حطه حوالين الارض عشان الاقباط ما يخشوش يعني من ورا الحكومه يصلي. البطرك راح جاب الانبا بنيامين المتناح بتاع شبين بتاع المنوفيه اللي كان قداسه جميل قوي ده معزي، وقال له انبا بنيامين خد ترابيزه حطها في شنطه العربيه واللوحه المكرزه والعده وروح صلي القداس ولو غصب عنه في الارض. اصل كان زمان في فتوى من مجلس الدوله ايام السنهوري باشا تقول ان اي ارض يتصلى فيها مره واحده تبقى كنيسه، ما يمكنش هده. وعلى ذلك قال له روح صلي ولو غصب عنه. فالانبا بنيامين راح على الارض لقى كردون عساكر حوالين الارض مش هيعرف يدخل. فيعمل ايه؟ راح مطلع الترابيزه حطها في الشارع جنب الارض
وحط عليها العدة والشعب ديري الشعب كله بتاع حلوان جه طبعا مال الشارع كله للآخر، ووقف المطران صلى القداس في الشارع. فده كان تحدي صعب، وكان بعدها على طول العيد عيد الميلاد كان جاي، فالبطرك قال انا مش هعيد، وزعل على انه مش هيعيد هيطلع الدير يعني. وفعلا طلع الدير دير مارينينا زعلان على ان تاني يوم مش هيعيد مفيش عيد. فالحكايه دي طبعا هتزعل عبد الناصر يعني، هيقعد بعضهم. فهو رفائيل يقول لي واحنا راكبين العربيه بقيت شعر ان سيدنا يعني عمال يفكر قوي في المشكله دي. وبعدين بيقول وصلنا الدير، فالربطه بتاع الدير بيقول يا سيدنا نظام الصلاه هيبقى ايه الليله دي يعني، الاداديس يعني نصلي ازاي؟ قال روحوا صلوا كلكم، كل واحد يصلي له قداس وسيبوا لي مسبح اصلي انا عليه اخركم كلكم. وفعلا الرهبان راحوا صلوا وناموا دخلوا اوضهم، وهو كان القداس هتبتدي من الساعه 2 الصبح، خلاص الساعه 4 الصبح. وكان مفيش حد في الكنيسه غير البطرك ورفائيل بس عامل له شماس يرد عليه. وبعدين بيقول اول حاجه قالها قال كان المكنه كده شغاله النجفه بتاع الدير يعني، يولعوا له نجفه مكنه كهرباء شغاله. قال روح اطفي المكنه دي مش انا عاوز اصلي على الشمع. فراح طفى المكنه ولعوا شمع في الكنيسه. والبطرك بيصلي ويرد عليه رفائيل بس رفائيل يقول لي من اول القداس دموعه نازله. عمال يبكي طول القداس. لغايه لما خلصنا القداس خالص واتناولنا وكل حاجه وخلصت. قال لي يا ده رفائيل؟ قال له نعم يا سيد. قال له يا ده انت ما شفتش حاجه في الكنيسه؟ قال له يا سيدنا ما شفتش حاجه. قال له يا ابني ده الكنيسه كانت مليانه. يا ابني ده فرجت تروح يا ابني وضب العربيه احنا نازلين مصر. اتاري البطرك شاف الكنيسه مليانه سواح. الكنيسه مليانه البطرك اللي شافهم، لا الكنيسه مليانه على اخرها سواح. طبعا رفائيل ما شافش. رفائيل يقول لي انا رحت صحيت السواق قلت له قوم وضب العربيه سيدنا نازل. فالسواق قام الساعة 4 بيقول خرجنا من الدير الساعة 4 الصبح وصلنا البطرخانة الساعة 8 الصبح. بيقول احنا وصلنا الساعة 8 البطرخانة التقينا عبد الناصر على التليفون، الحق يا سيدنا عبد الناصر على التليفون. فعبد الناصر قال له يا والدي انا عارف انك زعلان مع وزير الداخلية، انا اقلتولك النهارده وما تزعلش. وفعلا عيد وربنا حل الإشكال بسلام. أنا عاوز أقول إن مدة الخدمة بتاعت أنبا كرولس 12 سنة دول سيدنا بدأ فيهم النشاط العظيم في الطائفة بتاعتنا. في الكنيسه بتاعتنا في مصر يعني مثلا هو في عصره بدات الخدمه في المهجر، ما كانش قبل كده يعرفوا خدمه المهجر دي يعني. هو اللي بدات الخدمه مثلا في افريقيا، بدات الخدمه مثلا في امريكا وكندا، بدات الخدمه في استراليا، عملوا كنائس في اوروبا، بدات الخدمه تنتشر في كل ناحيه. وده كان من ضمن بركات الانبا كرولس السادس مثلا. كمان من ضمن بركاته الحلوه ان ربنا خلاه امكنه من انه يجيب جسد ماري مرقص لكنيسه مصر. تعرفين ماري مرقص ده من ايام القرن لما اتسرق الجسد القرن الاول تقريبا او الثاني، لما اتسرق الجسد عن طريق البحاره التلاينه اللي كانوا بيجوا مصر، سرقوا الجسد من البواب بتاع البطرخانه بتاع الكنيسه المرقصيه في اسكندريه، ويظهر ادوا له فلوس ولا حاجه وخدوا التابوت وفيه الجسد. بس كان البطرك شايل الراس بعيد عن الجسد وحطتها لوحدها وما شافوش الراس، وما خدوا التابوت بس ودوه على ايطاليا. والراس دي بقى البطاركه اللي جم بعد كده قالوا لك ده بالطريقه دي ما دام سرقوا الجسد يبقى المصير كمان هيسرقوا الراس. فبقوا يعملوا ايه؟ يهدوا المذبح ويبنوا يحطوا الراس يدفنوها ويبنوا المذبح فوق راس ماري مرقص. وبعدين كل ما يهدوا الكنيسه عشان يرمموها ويجددوها يخلوا المذبح في مكانه برضه فوق راس ماري مرقص. فبقى تقليد ان المسبح بتاع المرقصيه ما يتشالش من مكانه عشان تحت منه راس ماري مرقص. لغايه دلوقتي لغايه الانبا كرولس السادس عمل مفاوضات مع البابا بتاع روما وسمح له بانه يديله جزء من الجسد. وفعلا ده كان احتفال عظيم جدا جدا يعني. الجسد وصل الساعه 10 بالليل في المطار بتاع القاهره، كان جماهير من الشعب مستنيه الجسد، كنت انا موجود من ضمنهم واتفرجت. انا شفت بعيني الحمام ابيض بيطير فوق المطار الساعه 10 بالليل. تعرف الساعه 10 بالليل الحمام يخاف يطير، بس 10 بالليل كان الحمام الابيض بيرفرف فوق المطار. وسيدنا الانبا كرولس طالع على الطياره بنفسه وشال الجسد على كتفه لوحده ونازل بيه بين الزفه بتاعت الشمامسه، ونازلين بفرحه عظيمه جدا جدا. تن الجسد ده حطه في البطرخانه لغايه لما في البطرخانه الجديده بتاع امبرويس اللي بناها اول حاجه عملها عمل منامه ليحط فيها الجسد بتاع ماري مرقص الرسول. وكان احتفال عظيم جدا كان حاضر فيه الامبراطور هيلا سلاسي. وبعد شوية ابتدى يرسم أساقفة واخدين دراسات أنبا صمويل والأنبا يؤنس والبابا شنودة، خلاصة البابا شنودة. ابتدى ياخد دول عشان يرسمهم،
فلقوا نفسهم في وسط ايه مجموعة ايه على دول متعلمين، فابتدوا يحسوا ان البابا ده هيعمل لهم قلق ويعمل لهم ايه، يدخل ناس مستواهم اعلى منهم، فعشان كده اتقلبت عليه الدنيا والجرايد كتبت عنه، البابا عامل يفتش على الكنايس والأساقفة اتكلموا عليه والكهنة اتكلموا عليه، ولكن هو كان صامدا، كان صامد ما تأثرش، كان كل سلاحه هو الصلاة والقداس، كل سلاحه الصلاة والقداس، درجة ان الأساقفة فكروا انهم ايه يوقفوه يعملوا مجمع مقدس ويوقفوه، فبدل ما يعملوا اجتماع ويعملوا المجمع المقدس ويقعدوا يشوفوا هيعملوا له ايه، فلقوا انها هتبقى مجمع وممكن ناس توافق ممكن ناس ما توافقش، فبقى يروحوا لكل واحد لوحده يقولوا له عجبك اللي بيعمله البابا كرولوس، ويمضوهم ايه فرادة عن انفراد، فمنهم اتنين سافروا الصعيد، سافروا الصعيد وابتدوا ايه يمضوا الأساقفة عشان ايه يقيلوا قداسة البابا كرولوس السادس، لانه مش عاجبهم وانه راجل مش اداري وكل ليه كل يوم صلاة صلاة صلاة، ولا مهتم بالقراء ولا مهتم بالكرازة ولا مهتم بالكنيسة، وسايب الاداريات بتاعت الكنيسة ولا سائل فيها، فقلبوا الدنيا عليه. فالاثنين دول راحوا قعدوا يمضوا الأساقفة، وهم راجعين كانوا راكبين قطر، فالقطر ده حصل انه اتقلب وكل العربيات اتقلبت، وهؤلاء الاثنين الأساقفة ايه ماتوا. بعد شوية كان في اسقف ثالث، كان في اسقف ثالث كان برضو في القاهرة هنا وعمال يلف بيمضي ايه الأساقفة القريبين من القاهرة على انهم يعزلوا البابا كرولوس، فعرف البابا كرولوس ان فلان ده عمل كده، فزعل قوي لانه كان قريب منه جدا، كان قريب منه وبيعزه فتضايق، فراح دير مريمينا، كانش لسه اتعمر بس هو كان يحب مريمينا جدا، فراح هناك وقال لمريمينا كده، قال له مريمينا لو ما تصرفتش انا مش جاي هنا تاني، لو ما تصرفتش انا مش جاي هنا تاني. وفعلا كان ليه عشرة قوية مع القديسين، كان عنده عشرة قوية جدا مع القديسين، يعني كان يدخل يكلم القديسين كده، يدخل يبخر كده يقول للست العذراء نهارك سعيد يا ست يا عذراء، فواحد مره بيقول له ده احنا بالليل في العشيه، يقول له هم عندهم ليل، ده هم عندهم نهار على طول، واخدين بالكم؟ فكان دايما ليه علاقه طيبه مع القديسين، فراح دير مرمينا وقال له انا مش هاجي هنا تاني لو الموضوع ده ما اتحلش. وفعلا الاسقف الثالث ده كان ايه كان مريض وعنده كحه شديده، فالخادم بتاعه هو كان حاطط ادويه الكحه جنبه كده، فالخادم بتاعه حب ينظف المطرانيه فجاب مبيد حشري ورش ايه المطرانيه، وجاب ازازه المبيد دي وحطها جنب ايه دواء الكحه، فهو في الليلة تعب فقام قام بالليل قام واخد ايه المبيد الحشري ومات. طبعا البابا مش بيفرح بكده، بس ده ايه ده عدل الله، لان كان البابا كرولوس كان مختار بالقرعة الهيكلية وما كانش عايزها، وما كانش عايزها، ولكن كان كل اللي يريده ان يعيش في سلام
وبالطريقة اللي هو مختارها لنفسه بيقود بيها ايه الكنيسة.